بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلبة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشابتر السادس بعنوان properties of sections في a section of uh, uh, number one بعنوان center of gravity and centroid في جزئها الخامس طبعا هنا راح نشوف مع بعض ازاي نعمل determination للcentroids by integration method ونتعرف مع بعض على theorem of pappus guldinus نشوف الآن الـ Determination of Centroids by Integration Methods طبعا هنا القاعدة بتقول X bar A بتساوي Integral of X dA الـ dA هذه نقدر نعوضها بـ dx dy ونوي تصبح عندي Double Integration عشان نتجنب الـ Double Integration الحل هو أنك تستعمل Rectangle والى ستريب عشان تعرف بها الدي اي ايش المقصود بهذا انه مثلا بالنسبة لي اقدر استعمل الركتانجل او ال strip الموجودة هنا عرضها دي اكس وارتفاعها واي والاكس اليمنتري دي اي هذي اعوضها باكس هي المسافة من هنا الى هنا ومساحة strip الموجودة هنا بتساوي ارتفاعها W وعرضها هنا DX فهذه بتساوي بالضبط الـ DA وهنا ببسط الشغل ويصبح بدل أني أعمل double integration أعمل integration واحد نفس الشيء بالنسبة للواي Y بار A بتكتب integral of Y elementary DA طبعا الدي اي نفسها هي واي دي اكس وبالنسبه للواي اليمنتري من هنا الى هنا هي عباره على نصف المسافه كامله اللي هي واي لو هذه واي يعني هذه بتساوي واي على اثنين اقدر ايضا اخذ strip افقيا لكن خلوا بالكم هنا بالنسبه للستريب المساحه متاعه راح تكون dy ضارب واي عفوا دي, واي, دي واي ضرب A X هي المسافة من هنا لهنا هي A X وبالنسبة للاكس X elementary هي عبارة على A مع X على -E 2 وهي المسافة من هنا إلى حدود هنا بالنسبة للواي Y الـ elementary هو بيساوي الواي اللي هي المسافة ما بين السنترود الستريب والمحور إكس هذه هي الواي elementary بتساوي واي بالنسبة لمساحة الستريب الموجودة هنا هي أي إكس ضرب دي واي أنا لو كان عندي أي شكل مهما كان هنا بهذا الشكل وعندي origin O هنا بالنسبة لي x a بتساوي x elementary d وطبعا ال x elementary هنا هو المسافة من هنا لهنا المسافة هذه بتساوي 2R على 3 اللي هي من هنا لهنا كوساين ثيتا يعني انا احسب المسافه من هنا لهنا وبعدين اسقطها على المحور اكس فهذه بتساوي 2r على 3 كوساين ثيتا وبالنسبه ل DA اي هي عباره على مساحه الجزء هذا اقدر ابسطه في شكل مثلث ارتفاعه هو R ومن هنا لهنا هذه هي دي ثيتا ضرب ار ولو ضربت الان دي ثيتا يعني مساحة المثلث دي ثيتا ضرب ار ضرب ار على اثنين بي اتش على اثنين يعني لو اردت من قاعدة في الارتفاع على اثنين اتحصل على ار تربيع دي ثيتا على اثنين اللي هي النتيجة التالية نفس الشيء تقدر تسويه بالنسبة للواي واي ال طبعا هنا التغيير البسيط هو الكوساين ثيتا زي ما اسقطت على اكس بالكوساين راح اسقط على الواي بالساين وتصبح عندي هنا في الاكسبريشن ساين ثيتا ونستعمل النتائج هذه مباشرة وتقدر بطريقة الانتجريشن بتجيب الأحداثيات متاع السنترود الإكس والواي مهما كان الشكل زي ما نشوفه هنا